السلام عليكم، صبحكم الله بالخير جميعا. اليوم احنا تعرفون بطبيع ما يخلي طبعه الاثار والاماكن والمتاحف والثقافه جميله. اليوم زايرين متحف العلمين. وشو متحف العلمين؟ منطقه العلمين، ابدخل جوا على اساس الهواء لان علينا هواء. طبعا متحف العلمين وشو؟ معركة العلمين، هو بقايا أو مخلفات معركة العلمين، من أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية. استخدم فيها الطيران، الدروع، الدبابات، كانت بين المحور والحلفاء. طبعا من أكبر القادة بالموضوع هذا هو رومل ثعلب الصحراء، ولكنه خسر. نبي نشوف ونتكلم عنه باللي نعرف واللي عجب يزود يبحث والله يوفق. نبي نشوف مخلفات المعركة هذه لأنها تعتبر من أهم وأكبر معارك الحرب العالمية الثانية في منطقة العلمين. على طول الحدود قتل فيها آلاف البشر، استخدم فيها جميع الأساليب لأنها منطقة صحراوية، وكان الغرب العمل هذا عليه جديد، يعني متعود على الأجواء الأوروبية، تفاجأ في أنه طبعا هذا رومل القائد الألماني للمعركة. طبعا قصتها طويلة، واستخدموا أهل مناطق، استخدموا بها الإبل، استخدموا بها الطيران، استخدموا بها الدبابات. معركة عظيمة جدا، حتى دائما لا ذكرت وصورت بشكل كبير. إلى ذكرت الحرب العالمية الثانية من أهم الأحداث فيها هي معركة العلمين وخسارة شمال أفريقيا إلى ألمانيا. ألمانيا خسرت شمال أفريقيا. الأسباب طبعا كثيرة تدخل عليها، طول خطوط الإمداد، نقص الإمدادات، تدمير البواخر اللي جاية عن طريق الإمدادات اللي جاية من البحر الأبيض المتوسط، صار عندهم نقص كبير. كل الكلام هذه أسباب الخسارة. قرب قوات الحلفاء من الجهة المصرية، قرب الإمدادات، الموانئ الضخمة الإسكندرية وغيره، بينما هنا في السلوم والعلمين والأشياء هذه كانت موانئ صغيرة. كل هذه أسباب كثيرة لخسارة المعركة. نبي نشوف داخل المتحف أفضل، واللي يبغى يبحث عنه يبحث. هذه أنواع من الذخائر المستخدمة في المعركة، صراحة ترتيب جميل. طبعا هذه كانت طايحة بالأرض، أخذوها ونظفوها وزينوها وضبطوها. هذه القادة وهذه مناطق المعركة، بنشوف تفاصيل يمكن يطول السناب. هذا أغراض الجندي، أغراض الشخصية، الشد على ما يقولون الشد السفري. هذه بعض الرايات، هذه معدات مصغرة للآليات، هذه بعض الخوذ حقت الرأس. وصور الصراحة جميلة جدا. هذه بعض الأوسمة والنياشين، هذه معدات، شوفوا مطارات المياه حسب الجيش، بعض أنواع الأسلحة، بعض المعدات، الكريك والحفر، هذا بعض الاتصالات، التليفونات وكذا، علم الجيش البريطاني. هذه بندقية تحمل على الكتف، ترمى بعض القوات المشتركة اللي هي مشاركين الحلفاء، المجموعة مشاركين. طبعا قتل فيها آلاف البشر. هذه طبعا أغلب الجيوش اللي جت هنا يعني لعبت فيها الصحراء، صعبة جدا. هذا تشرشل، صراحة متحف روعة. هذول المسعفين زي ما تقول حاطين الإسعاف. في بعض اللوحات التعريفية جميلة، طبيب وجندي كذا. لكن هذه بعض صور للطيران اللي شارك، ترى من أوائل المعارك اللي استخدم فيها الطيران، لأن المعركة
معركة الحرب العالمية الأولى ما فيها كان فيها طيران، ما كان فيها استخدام الطيران، بالمعركة هذه استخدم فيها الطيران، استخدم فيها الطيران. طبعا لها مقاطع اللي بيدخل ثقف، شوف هذولهم مثلا استراليا، الولايات المتحدة، نيوزيلندا، المهم بعض الدول وبعض يعني أغراضهم الاستخدام فيها صور جميلة. هذه الأسلحة، بعض الأسلحة الإيطالية المستخدمة، رشاشات وكبندق ومصبع، الله المستعان، من أول من يملكها مصبع زي ما تصبع ذولي. هذه بعض الرتب، هذه الرتب حقة الأفراد والضباط وكذا. الجيش الملكي البريطاني وبعض الأسلحة. هذه بعض المواقع الدفاعية، العسكر، موقع دفاعي، كياس الرمل. هذا رمز الفاشية اللي استخدمه موسوليني، وهذه نماذج من الجيوش المشاركة، لبسهم وكذا. طبعا بعض الجيوش الأجنبية استخدمت، تشوفون صورهم على شكل العمامة اللي قوه هي المناسبة للصحراء، العمامة والثام حقتنا اللي قوه هي اللي تناسب للصحراء، فاستخدموها بعض الجيوش. هذا الهاون، هذا القادة المصريين أثناء الحرب، هذه بعض المدافع معاهدة عام 1900 نصر إنجلترا، متحف مرتب ترتيب حلو. هذه بعض البنادق المستخدمة، مسدسات، بنادق. هذه بعض صور الحرب، هذا الزي المصري يوم الحرب. خسائر القوات المصرية المشاركة، منظر رسم من المعركة، الجيش المصري. هذا تمثال الرومل اللي هو ثعلب الصحراء، هذول القادة الاثنين، هذا موسوليني وهذا هتلر. لكن هذه ترى كلها هذه مجمعة من البر، قاموا فيها متحف روعة، بعض الأشياء المستخدمة، الدراجات بالحرب. طبعا أغلب المعرض هذا كله نماذج عن أسلحة والدرابيل اللي استخدمت، وبعض الصور التاريخية كيف نقل الجنود. متحف صغير ومحندق على ما يقول. هذا حد اللي بيقرأ يتثقف، جميل جدا، قادة بارز من الجيش البريطاني في شمال أفريقيا. شوف هذه إيش، مصدية، قذائف مصدية، هذه قنابل يدوية. صراحة جميل جدا. اللي بيتكلم بعض الكلمات عاد اللي بيبحث يبحث. من المتحف الداخلي احنا عجلين شوي، المتحف الصراحة قمة وروعة بمدينة العلمين، لكن طلعنا من الداخلي بعض النماذج، الآن احنا برا نبي نشوف النماذج الضخمة، جميلة جدا جدا. والله يكفينا شر، ويكفينا شر الحروب، والله يطمنا بأوطاننا، والله يأمننا يا رب يا إلهي. هذه بعض النماذج،
شايفين هذه من الدبابة إيطالية قديما، هذا الله يكفينا شره. عرفت ذا يا محمد؟ ذا اللغم البحري ده؟ ايه هذا اللغام البحرية، لا لمست السفينة، هذا اللغام البحرية الله يكفينا شره. هذه بعض المدفعية صراحة مدفع 90. اوه وهذه دبابة ايش؟ إيطالية. شوف حجمها ومدفعة، هذه برضو بعض المدافع الخفيفة، هذه بعض الألغام البحرية. إلى العجلات جايبينها وحاطينها نموذج. هذه من دمرة حتى متكسرة ومصدي، لكن مرممينها ترميم حلو. أوه للطيران، الطيران مع إن بننزل له. هذه نماذج للطيران، الطيران بريطانية ذي. شو الطيران من أول اللي استخدموا، هذا مدفعه معه وشغله، هذا المكينة بس والله ضبطين. الله يأمننا بوطاننا يا رب يا إلهي ويحفظنا. شو هذا بعض اللواري حاملات الجنود، هذه هذا بدفع. أوه هاوتزر، وهذا بعض الله، هذا برضو مدفع. هذا ما لقيت مضاد طيران تقريبا، هذا ممكن مضاد طيران، لا برضو مدفع. لا مضادات الطيران القديمة تختلف، كلها مدافع. هذه بعض النماذج طبعا مليانة الساحة الخارجية، مليانة بعض النماذج، يعني الساحة من النماذج، لواري ومدافع ومضادات طيران. هذاك من مضاد طيران ذاك، يا سلام جميل مرتب. حتى يعرفون المضادات هذه، شفتوا ذي اللي شافوا المضادات حتى يميزون ان الطيران صديق او عدو، هذه للتمييز شفتوها، لانه ما كان ارتفاعه عالي، كان شاف العين المجرده، فاذا شاف الطيار هذه عرف انه صديق او عدو على اساس ما يقصفون بعض. هذه علامه شفتوها، خلها قاعد. جميل بالموضوع اجلس تتعدى. يعني جميع الاليات، شوفوا حامله الجنود قديما، هذه تعتبر خندق متحرك لحمايه الجنود وفتحاته وشغل، الصراحه جميل وتعريف بكل شيء. هذه فورد، هذه كنديه، حامله جنود كنديه شيء مصفحة، وهذه لواري حقتها العيش والتموين، وهذه مدرعة برضو ومدولبة، يعني ما بجنزير. وهذول مضادات الطيران القديمة، هذه اللي تقصف الطيران نوعين، وش نوعيتهم كفراتهم، مضاد للطيران. هذه مضادات الطيران، هذه برضو عربات نقل جميلة. المتحف في داخل القطع وفي خارجي، منظم تنظيم مرتب ترتيب حلو، يستحق الزيارة الصراحة، بس يبي نفس ووقت.